تسقيف الأسعار المحروقات، الوزارة لم تعلن بأنها تراجعت عن هذا القرار، بل بالعكس عاملت على القيام بالخطوات القانونية التي ينص عليها قانون أسعار حرية الأسعار والمنافسة. وضمن الخطوات وعملية التشاور التي تتم مع مجلس المنافسة، ولهذا لم يعلن من طرف الوزارة عن أي تراجع في هذا الصدد. من ناحية تدبيرية، الوزارة قامت بعدد من الخطوات في هذا المجال.